شهد تاريخ الفكر المصري في عصره الذهبي أسماء لامعة لمفكرين كبار لم يكتفوا بالانفتاح على الاتجاهات الثقافية الكبرى في العالم فقط، لكنهم أسسوا مدارس فكرية كان لها تلاميذ في شتى فروع العلم والإبداع. مع المفكر الكبير الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة. في حديثنا اليوم من مصر نسأله عن الجامعة، وهل تقوم بمهمتها الأصيلة كمركز للإشعاع والتنوير؟ الجامعة أستاذ وطالب، إذا انصلح حال الأستاذ ينصلح حال الطالب، الطالب هو نتاج الأستاذ في النهاية. نسأله عن إصلاح التعليم، عن أوضاع المعلمين، عن الثقافة والمثقفين. التعليم الأساسي لابد يكون هناك اهتمام بالفنون، التعليم الخاص تحول الوقت إلى ربحية في المقام الأول. في مصر مثلاً فكرة الإبداع موجودة والقدرة على الإبداع موجودة، لكن مش كل مبدع بينتج، في تراجع في الإنتاج الإبداعي. دور الدولة أيضاً مهم حتى تقف صناعة السينما مرة أخرى. عن التعليم والثقافة والإنتاج الفكري في بلدنا حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.